ضربنا ضربة ضربت في ضربة ضرب وضربنا. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله. والاسم المفعول الذي لم يذكر فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، إن كان مضارعا ضم أوله وقطيع ما قبل آخره، وهو على قسمين: ظاهر والمرء قد ظاهر، نحو قولك ضرب زيد يضرب زيد، أقرم أمر ويقمر أمر، المضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت 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 ما ضربت وضربت ضربتي وضربتما وضربتما ضربتي والمضمر المضمر نحو قولك ضربت المضمر المضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربتي وضربتما ضربتما ضربت 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 ضربنا وضربت وضربتي وضربتما ضربتما ضربتنا ضربا ضربت فضربا ضربا ضربنا. باب المبتدا والخبر. المبتدا هو المصدر العاري عن الاوامر اللفظيه، والخبر هو الاسم المفعول المسند اليه، نحو قولك زيد قائم الزيدان قائمان والزيدون قائمون. المبتدا اسمان ظاهر والمضمر قد ظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنا عشر، وهي انا ونحن وانت 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 وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهم وهن، نحو قولك انا قائمون ونحن قائمون وما اشبه ذلك. والخبر اسمان مفرد غير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم الزيدان قائمان والزيدون قائمون، وغير مفرد فاربة اشياء الجر. المجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدا مع خبره، نحو قولك زيد في الدار والزيد عندك والزيد قوم ابوه والزيد جاريته ذاهبة. باب الأوامر الداخلة المبتدأ والخبر. وإن كان أخوات وإنما أخوات وظن وأخوات فإنها أخوات، فإنها ترفع الاسم تنصب الخبر، وإن كان وأنسى وأصبح وضح وضل وباط وصار وليس وما زال وفق وما فتح وما برح وما برح وما برح وما وما برح وما بر وما برح وما دام وما وما تصرف منها، نحو كان وكون وكون أصبح وأصبح وأصبح، تقول قام زيد قائما وليس عمرو شاخص ما أشبه ذلك. وما إن وأخواتها فإن تنسب الإسم ترفع الخبر، وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، تقول إن زيد قائما وليس عمرو شاخص، ومعنى إن وأن للتوكيد ولكن للاستدراك، وكان للتشبيه وليت للثمن ولا للترجع والتواكب. فما ظننت أخواته فإن تنسب المبتدا والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وصبت وخلت وزمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت سمعت، تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت الهلال إهن. باب النعت. النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفية تنكيره، تقول قام زيد الآكل ورأيت زيد على قلب وأمرت بزيد على آكل. المعرفة خمسة أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت والمضمر نحو أنا وأنت والاسم الآلم نحو زين ومقت، والاسم المبهم نحو هذا وهانه وهؤلاء، والاسم الذي في الله كلام نحو الرجل الغلام وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة النافرة. كل اسم شاع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، تقربه كل ما صلح دخول الألف اللام نحو الرجل والغلام. باب الأكف. وروق الأكف عشرة، وهي الواو والأوى ثم وأو وأما إما و بل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع، فإن أتت بها على مرفوع رفعت، وعلى منصب نسبت، وعلى مخفوض خفضت، وعلى مجزوم جزم، تقول قام زيد وأمر رأيت زيد وأمر ومرت بزيد وأمر وزيد لم يكن ولم يكن. باب التوكيد. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه، ويكون للفاظ معلومة، وهي النفس والعين وكل طواب يجمع، وهي أبتوا أبتوا أبسوا، تقول قام زيد نفسه رأيت القوم كلهم مرت بقوم أجمعين. باب البدل. إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبينه في جميع رابه، وهو أربعة أقسام: بدل الشيء من الشيء، وبدل البعض من كله، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط، نحو قول وقام زيد أخوك، وقلت الرقيق فلته ونفعني زيدا علمه، ورأيت زيد الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه. باب المنصوبة. أسماء المنصوبة خمسة عشر، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان الحال والتمييز والمستثنى واسم الله والمنادى. خبر كان أخواتها وخبر أخواتها المفعول من أجله، والمفعول ما هو التابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والأخوة والتوكيد والبدل. باب المفعول بعد المفعول معه. وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل، نحو ضربت زيدا وضربت الفرس، وهو على قسمين: ظاهر والمضمر قد ظاهر، نحو قولك ضرب زيد فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر قسمان: متصل ومنفصل، فالمتصل اثنا عشر، نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن، المنفصل اثنا عشر، نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. باب المصدر. الواو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو قولك ضرب يضرب ضربا، وهي قسمان: لفظي ومعنوي، فان وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا. ظرف الزمان ظرف الزمان وظرف المكان ظرف الزمان واسم ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقديره، نحو لي نحو لي نحو لي نحو لي
nahul laila tawala qadwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa misaan wa badan wa amadan wa inan wa ma'ashba dhalik darpul makan wa zimul makan wa suwi takdiri kinahu amama wa khalpa wa kadama wa ra'a wa fauqa wa tahda wa inda wa ma'a wa iza wa iza atilka wa huna wa thamma ma'ashba dhalik باب الحلال الحول الاسم الذي مفسر لمن بهنا من الهيئات نحو جاء زيد الراقب ربط الفرس مسرج رقيت عبد الله راقب وما اشبه ذلك لا يكون الحال الا نكره لا يكون الا بعد تمام كلم لا يكون صاحب لا الا معرفه باب التمييز التمييز ولا المصير مفسر لمن بهنا من الذوات نحو قولك تسبب زيد عرقا وتفك بحر شهما وطاب محمد مقسم اشتريت 20 غلاما ونقط 90 ناجة وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها لا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء وروح الاستثناء ثمانيه الا وغير وسوى نسوان وسوى مخلى وعدا وعشا فنستبي الا يسبب اذا كان القلم قوما موجبا نحو قام القوم الا زيد وخرج الناس الا عمرا ان كان القلم منفيا قاما موجبا ما إن كان قال من في انتمن جاز فيه البدل ونسب عليه الاستثناء نحو قام القوم إلا زيد وزيد إن كان قال مناقصا كان على حسب الأوامر عوامل قوم قوم إلا زيد وما ضربت إلا زيد ومرت إلا بزيد المستثنى بغير وسوى نسوى نسوى مجرور ما غيره المستثنى بقال وعاد وحاشا يجوز نسب وجره نحو قام القوم إلا زيد وزيد وعاد عمرا وعمر 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 وزيد نحو قام القوم إلا قال زيد وزيد وعاد عمرا وعمر وجيز وزيد مزيد مزيد باب الله لما نتنسب النكرة بغير تنوين إذا باشرت النكرة لم تتقرر نحو لا في الدار رجل في الدار فإن لم تباشر وجب رفعه ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة جاز أعمالها ويلغاها فإن شئت فإن تقررت فإن تقررت جاز أعمالها ويلغاها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد الأول من أقرة المقصورة والناقرة غير المقصورة والمشبه والمضاف فأما المفرد الأول من أقرة المقصورة فيبني على الضم من غير تنوين نحو الزيد ويا رجل والثلاثة الباقية منسوبة لا غير باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسببه وقوي الفعل نحو قام زيد جلالا ينبغي صدقه ابتغاء معروف باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو جاء الامير رجل سواستوى معه وخشبته وما خبر قانا اخواته اسم ان اخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعه وكذلك الطوابع فقد تقدمت سناقه باب المخبوده اسماء المخبوده وثلاثه مخبود بالحرف ومخبود بالاضافه وتابع المخبود فاما المخبود بالحرف فهو ما يخبض بمن وعلا وعن وعلا وفي ربا والباء والكاف لم يحرف القسم والباء والتاء وبالمذ ومذ واما ما يخبض بالاضافه فنحن القارقه غلام زين وما يقدر باللام نحو غلام زين وما يقدر بمن نحو ثوب خزين وما بسج وخاتم حديد وما اشبه ذلك. نحو المزمر نحو انا وانت والاسم العالم نحو الزين ومقت والاسم المبهم نحو هذا وهانه وهؤلاء والاسم الذي في الله لكل نحو الرجل الغلام وما اضيف الى واحد من هذه الاربعه النافره كل اسم شاع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر تقربه كل ما صلح دخول الالف اللام نحو الرجل والغلام باب الأكفي وروق الأكفي أشرة وهي الواو والأوى ثم وأو وأم إما و بل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن أتت بها على مرفوع رفعت وعلى منصب نصبت وعلى مخفوض خفضت وعلى مجزوم جزم تقول قام زيد وأمر ورأيت زيد وأمر ومرت بزيد وأمر وزيد لم يكن ولم يقود باب التوقيد التوقيد تابع للمؤكد في رفعه ونسبه وخفضه وتعريفه ويكون بالفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل القواب يجمع ويقطع وابدا وابسا وتقول قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم مرت بقوم أجمعين باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبينه في جميع رابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء بدل البعد من كله وبدل الاشتمال وبدل الغلط نحو قول وقام زيد أخوك وقلت الرغيف أطلته ونفعني زيدا علمه ورأيت زيد الفرس أردت أن تقول الفرس فغلطت فأبدلت زيدا منه باب المنصوبة أسماء المنصوبة خمسة عشر وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان الحال والتمييز المستثنى واسم الله والمنادى خبر كان أخواتها وخبر أخواتها المفعول من أجله والمفعول ما هو التابع للمنصوب وهو أربعة أشياء النعت والأخوة والتوكيد والبدل باب المفعول باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل نحو ضربت الزمان وضربت الفرس وهو على قسمين ظاهر والمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد فالظاهر ما تقدم ذكره والمضمر قسمان متصل ومنفصل فالمتصل اثنا عشر نحو قولك ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن المنفصل اثنا عشر نحو قولك اياي وايانا واياك واياك واياكما واياكم واياكن واياه واياها واياهما واياهم واياهن
باب المسدل باب الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو قولك ضرب يضرب ضربا وهي قسمان لفظي ومعنى فان وافق معنى فعل يدون لفظه فهو معنى نحو جلست قعودا وقمت وقوفا ظرف الزمان ظرف الزمان ظرف المكان ظرف الزمان واسم ظرف الزمان واسم الزمان المنصوب بتقديرك نحو اللي 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 نحو الليل طوال غدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وابدا وامدا وإن وما أشبه ذلك ظرف المكان واسم المكان المنصوب بتقديرك نحو أمام وخلف وقدام وراء وفوق وتحت وعند ومع وإذا وإذا وتلك وهنا وثم وما أشبه ذلك باب الحال الحول الاسم الذي يفسر لمن بهنا من الهيئات نحو جاء زيد راقبا ركبت الفرس مسرجا لقيت عبد الله راقبا وما اشبه ذلك لا يكون الحال الا نكره لا يكون الا بعد تمام كلم لا يكون صاحب لا الا معرفه باب التمييز التمييز ولا المصور المفسر لمن بهنا من الذوات نحو قولك تسبب زيد ارقا وتفك بخ شهما وطاب محمد مقسم اشتريت 20 غلاما والمقت 90 ناجه وزيد اكرم منك ابا واجمل منك وجها لا يكون الا نكره ولا يكون الا بعد تمام الكلام باب الاستثناء ورهو في الاستثناء ثمانية إلا وغير وسي ونصوى وسوى وخلى وعد واشى فنستاب إلا ينسب إذا كان قلم طما موجبا نحو قام القوم إلا زيد وخرج الناس إلا عمرا إن كان القلم منفيا طما موجبا إن كان القلم منفيا طما جاز فيه البدل ونصب على الاستثناء نحو قام القوم إلا زيد وزيد إن كان القلم ناقصا كان على حسب الأوامل عوامل نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيد ومرت إلا بزيد فنستثنى بغير وسي ونصوى وسوى ومجرور لا غيره المستثنى قال وعاد وحاشا يجوز نصبه وجره نحو قام القوم الا زيد وزيد وعاد عمرا وعمر 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 وزيد نحو قام القوم الا قال زيد وزيد وعاد عمرا وعمر وجيز وزيد وزيد باب باب لا اعلم ان تنسب النكرة بغير تنوين اذا باشرت النكرة لم تتكرر نحو لا في الدار رجل في الدار فان لم تباشر وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة جازي أعمالها والغاوها فإن شئت فإن تقررت فإن تقررت جازي أعمالها والغاوها فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة باب المنادى المنادى خمسة أنواع المفرد الألوى ناكرة المكسورة والناكرة غير المكسورة فأما المشبه والمضاف فأما المفرد الألوى ناكرة المكسورة فيبني على الضم من غير تنوين نحو الزيد ويا رجل والثلاثة الباقية منصوبة لا غيره باب المفعول من أجله وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قام زيد جلالا ينبغي صدقه ابتغاء معروفه باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو جاء الأمير وجيس واستوى معه خشبته وما خبر قان أخواته اسم إن أخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعة وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك باب المخفوضة أسماء المخفوضة وثلاثة مخفوضة بالحرف ومخفوضة بالإذاقة وتابع المخفوض فأما المخفوض بالحرف فما يخفض بمن وعلى وعن وعلى وفي ربا والباء والكاف اللام يحرف القسم والباء والتاء وبالمد ومد وأما ما يخفض بالإذاقة فنحن قولك غلام زين وما يقدر باللام نحو غلام زين وما يقدر بمن نحو ثوب خزين وما بسجين وخاتم حديد.